السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في حديث سابق أنه السعي في قضاء حوائج المؤمنين أمر مطلوب. قضيت الحاجة أم لم تقضى الحاجة؟ إذن المؤمن عندما يسعى في قضاء حاجة أخيه المؤمن لا يحرز النتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السعي مطلوب، واتفاقا رأينا يعني الرواية تنص على هذا المعنى. وقلنا أيضا أن بعض الناس عندما يبلغ مبلغ إيماني كما يقال روحاني، يعيش حالات معنوية، يعيش حالة الابتعاد عن الناس. رأيت في نص هكذا أنه في الأزمنة السابقة في أزمنة بني إسرائيل، وهكذا تقول الرواية، روينا أن عابد بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في العبادة صار مشاء في حوائج الناس، يعني بعد أن صار عنده علاقة متميزة من رب العالمين. الآن هنالك ما يقال الأسفار الأربعة: السفر من الخلق إلى الحق، ثم من الحق إلى الخلق، حركة ارتدادية. هو ينقطع عن الناس إلى الله عز وجل، فإذا بلغ الذروة نزل إلى الناس. ولكن فرق بين من يعاشر الناس بعد أن وصل إلى الله عز وجل وبين من يعاشر الناس وهو مأنوس بالناس، فرق بين الأمرين. إذن هذا تتم لحديث سابق. العبارة هكذا تقول: السعي المشي في قضاء حوائج المؤمنين. أما حديثنا هذه الليلة هناك عنوان شرعي آخر، وهو عنوان كفالة اليتيم، قضاء حوائج الإخوان من سبل الجنة، ومن سبل الجنة قضاء كفالة اليتيم. البعض قد يخلط بين مفهوم مساعدة اليتيم ومفهوم كفالة اليتيم. الروايات الدالة على عظمة تبني اليتيم تصرح بهذه العبارة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عليا عليه السلام قائلا: أكرم بالملقي وأكرم بالملقى إليه. يقول: يا علي، من كفى يتيما في نفقته بماله حتى يستغني. إذا قضية فيها كفالة، وكأن هذا اليتيم من ضمن عائلة الإنسان، ولا مانع من أن يكون هذا اليتيم من ذوي الإنسان. إنسان يموت أخوه فيكفل ابنه أو ابن عمه. على كل، كفالة اليتيم بالمعنى الكامل هو هذا المعنى. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة من الرفق بالأيتام، لاحظ إخواني، كل حركة منه مشكورة. يقول: يا علي، من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. بعض المؤمنين عنده حركة جميلة، عندما يأتي طفل يتيم، طبعا اليتيم حتى لو كان غني، اليتيم يتيم، هو محروم عاطفيا، حتى لو كان والده أثر الأثرياء. الفقر عنوان آخر، اليتم عنوان مستقل برأسه. بعض المؤمنين له صفقات مع رب العالمين، الدنيا سوق كما في الحديث، ربح فيها قوم وخسر آخرون. عندما يقال فلان يتيم بحركة غير ملفتة، يأتي يقول: نعم، ما اسمك يا ولدي؟ ومن دون أن يشعر يمسح على رأسه. أثناء السؤال عن مدرسته، عن صفه، عن اسمه، مرر يده على كل شعر رأسه. نعم، هكذا الإنسان موجود، لبق المؤمن، كيس فطن. إن شاء الله الغير متزوج يحاول أن يتزوج بامرأة صالحة تنجب له هكذا ولد، سيأتي ذكره بعد قليل. والمتزوجون يسألون رب العالمين أن يهبهم هكذا ذرية. عيسى المسيح
كان في الواقع تعرفون يكلم الناس في المهد بركات المسيح، بركات عجيبة غريبة، مولودان في تاريخ البشرية، ولدا من غير أب، آدم أبو البشر وعيسى المسيح. مر على القبر، طبعا عيسى المسيح يرى بعين إلهية، رأى بأن هذا الميت يعذب في قبره. مر سنة أخرى، بعد سنة رأى الميت في راحة لا يعذب، فقال: يا رب هنيئا للأنبياء اتصالهم بالعرش مباشرة، متى عندهم استفسار يتصل لاسلكيا بالعرش. قال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررت به العام وهو ليس يعذب، ما الحكمة ما السبب؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لعل هذا الميت كان له ولد صغير بعد ما واعي، ثم صار كبيرا، هذا الولد الكبير الآن أخذ يفهم، له أب ميت يحتاج إلى صدقة إلى إحسان. يقول: يا روح الله قد أدرك له ولد، وأكيد مو معناته ولد، أو قد يكون له ولد له ولد بعد أن مات، كانت أمه حامل مثلا ثم هذا الولد صار كبيرا، المهم أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هذه الصدقة الجارية. فرق بين إنسان يموت ويودع في البنوك الملايين لا تفيده مثقال ذرة، وبين إنسان فقير يموت وله ولد صالح. نعم هذا الولد في الحياة الدنيا يعمل ما يرفع العذاب عن والده وهو في قبره، هنيئا لهكذا والد. صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وبعض المؤمنين حاز الخصال الثلاث: صدقة جارية له، ولد صالح يدعو له، وله كتاب أو ساهم في كتاب علم ينتفع به. ملخص الكلام إخواني، إذن المؤمن يحاول أن ينوع كل سبل الخير، يكفل يتيما، يبني مسجدا، ينشر كتابا، لعل الله عز وجل يقبل منه أحد هذه الأمور فيكون من الفائزين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، والفاتحة مع الصلوات.